أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه النشرة من الفضائية التشادية. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك، استقبل مساء أمس بالعاصمة الإيطالية روما رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من قبل رئيس مجلس الوزراء الإيطالي باولو جانتي، حيث كان اللقاء بحضور عدد من المسؤولين الإيطاليين ووفد الجانب التشادي. تقرير زينب سليمان جبريل. 48 ساعة قضاها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له في العاصمة الإيطالية روما في زيارة عمل وصداقة، وهذا يؤكد مدى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. فبعد الرئيس الإيطالي ورئيس البرلمان الأوروبي التقى مساء أمس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد باولو جانتولوني، وهنالك في قصر كيجي أعدت لفخامته استقبالا حارا منقطع النظير تتداخلت فيه مراسم التشريفات والإجلال بعزف النشيدين الإيطالي والتشادي. اللقاء أخذ حيزا كبيرا من تبادل الأفكار بين القيادتين، وتناول أيضا ملفات عديدة كلها تنصب في وضع خارطة الطريق طويل المدى وفتح آفاق واسعة النطاق لمد جسور هذه العلاقات المتينة التي تشهدها روما وإنجمينا في مختلف المجالات: التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الدولتين في المجالات الأمنية، لا سيما قضية الهجرة غير شرعية. اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد باولو جانتولوني تكلل بتوقيع اتفاقيات بين البلدين، أبرزها الاتفاقيات الأمنية، لأن تشاد تلعب دورا مهما في محاربة الإرهاب في كل من دول الساحل والدول المتاخمة لبحيرة تشاد ودحر جماعات البوكو حرام الإرهابية، والعديد من الأدوار المهمة والقيادات الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية والتي يلعبها في نزع فتيل الأزمات في العديد من الدول الأفريقية. وتخلل اللقاء أيضا التوقيع على اتفاقية أمنية وقع عليها من جانب وزيري الدفاع الإيطالي والتشادي، وهذه الاتفاقية تسمح للجمهورية الإيطالية بمساعدة تشاد في سعيها لمحاربة الإرهاب. مراسم توقيع الاتفاقية كانت بحضور فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي السيد باولو جانتولوني.